مساء الخير على كل مشاهدينا. بحب ارحب بحضراتكم في بدايه حلقه النهارده من ست الستات، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. هل لما بتركب الترند انت بتركب الترماي؟ ممكن احيان كتير تيجي تحاول تركب الترند تركب الترماي. الحمد لله احنا عندنا في ست الستات لا بنركب ترميات ولا بنحب حتى نركب الترند، دايما بنكون عايزين نبقى زينا زي كل بيت في مصر، معتدل، بسيط، واقعي، حقاني، عادل. طبعا زيادة معدلات الطلاق بشكل مخيف في المجتمع عملت أكتر من ظاهرة، عملت إن بقى في فريقين، فريق مع الرجالة وفريق مع الستات وفريق مع القلش. هل ده حقيقي؟ هل ده استسهال موضوع الطلاق؟ هل الكلام اللي بيتقال على الوينجين دول قلش؟ ولا انتوا فعلا بتفكروا بالطريقة دي، عايزين تركبوا الترماي مع اللي راكب الترند؟ على كل الأحوال النهاردة معانا الأستاذة عبير سليمان، الخبيرة في الشؤون الأسرية والقانونية طبعا ومنظومة الزواج، اللي هتحللنا الطلاسم، ويا رب من لا نركب ترند ولا ترماي النهاردة. ازيك يا عبير؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ انت عارفه طبعا ومتاكده ان انا ببقى مبسوطه جدا وانا معاكي حبيبتي، ربنا يخليك. لا فضه فوكي، يعني الاستهلال في حد ذاته ما كنتش اتمنى اروع من كده استهلال من مذيعه واعلاميه ناضجه ووطنيه وشكلنا، يعني شكل اي ست مصريه حقيقيه من غير ترندات ومن غير كيموفلاشات ومن غير نصب او احتيال على المجتمع اللي بيدفع ثمن القلش والنصب واحيانا المكسب الرخيص. قبل ما نطلع على الهوا بقول لك لا، ده قلش، ولا يمكن يكون حد مصدق الوينج اليمين ولا مصدق الوينج الشمال، لان احنا بناخدها انها انترتينمنت، ترفيه. وعلى فكره انا مش ضد الترفيه، بس نكون متفقين مع بعض على قواعد اللعبه، ان انا بضحك الى حد السخريه. احنا كمصريين دايما بنناقش مشاكلنا بطريقه السخريه دي، فهل انت شايفه انها ركوب ترماي وترندات، ولا هي سخريه، ولا للاسف في ناس مقتنعه بالكلام ده؟ انا هقول لحضرتك ان احنا كمجتمع مختلفين مش شكل بعض، يعني الطبقه المثقفه والطبقه الاعلاميه والطبقه اللي ليها علاقه بالميديا اللي فاهمه اصول العمل الاعلامي والعمل اللي على السوشيال ميديا فاهمه ان ده ترماي زي ما حضرتك وصفتيه، والحقيقه ما فيش اجمل من كده وصف، ترماي. يعني عايزه اقول سحابه وهميه بيتم تصديرها للمجتمع ان في خناقه بين الرجاله والستات، وان في ناس بتدافع عن الستات وناس بتدافع عن الرجاله. الحقيقه مستحيل حد يدافع عن الست الا لو كانت مظلومه ويكون شخص سوي، ويبقى كده ان كده يبقى في داخل مضمون الكلام العادل. بالظبط، مش ممكن اي راجل او اي ست يشوفه ست منتهكه وما يدافعش عنها. صح، ده سواء كان راجل او ست. لو الراجل مظلوم هتطلع ست تقول وراجل ايه يا جماعه يدافعوا، ده نص عن المجتمع الراجل. الخناقه اللي دايره مش حقيقيه اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. ايوه، لان لا في ست بتهجر، ولا في ست بتاخد فلوس، ولا في ست بتقلل من جوزها، مفيش الكلام ده. لا، ممكن اقف هنا ثانيه، دي ممارسات فرديه. ايوه، برافو عليك، مش عامه، استثنائيه مش القاعده. حضرتك شوفي كده احنا كلنا، هل انت لو عندك ولد هتتمني ان مراته تهلهل فيه؟ لا. تكلمه بقله احترام؟ لا. لو عندك بنت هتتمني ان جوزها يضربها؟ لا طبعا. الاغلب سوي، الاغلب منطقي. اللي بياخد الامور دي بمحمل الجد ويبدا يبقى عنده عنف تجاه النوع الاخر سواء كان ست او راجل، ده غير سوي. واللي بيصدر له او بيناقشه او بيحاول انا اسفه في الكلمه اللي هقولها، يلعب على نقاط الضعف ده او جهله او تخلفه او عدم ادراكه، هو بيلعب فبيستغله، فبيكون مطيه ليه. بالزبط. مطيه ليه لتحقيق اهداف انا بقولها دونيه ورخيصه جدا، رخيصه وصاحبه وقت قصير جدا، لكن بتخلف لنا احنا مشاكل، بتخلف لحضرتك، بتخلف للمجتمع، بتخلف للدوله. طلقات،
نديه مش حقيقيه. الست بتقول ايه ده، هو مين اللي عايزني ابقى لجوزي بالشكل ده، انا مش لجوزي كده، انا مستقله ولا، او مين ايه ده، انتوا هتركبوا الراجل اكتر من كده ايه؟ والراجل يقول ايه وايه يعني، ما هي مراتي، ما كنتش مراتي تعملي وتعملي وتعملي، هي الكلام ده وش داخل هواها ولا ايه؟ ولا ده صح ولا ده صح ولا ده صح. بالظبط. الست بتدلع وبتهنن بالزبط. وبتسمع كلام جوزها، اغلب الستات طبعا بتاخد رايه في اللبس وبتاخد رايه في خروجها وبتاخد وبتقول له انا رايحه فين وجايه منين، بتستمتع بان هو عنده قوامه. عنده قوامه صحيح. الست السويه طبيعي. تستمتع طبيعي. بقوامه الرجل، والست غير السويه اللي تكسر في جوزها. بالظبط. يعني اللي تاخد من قوامته ومن رجولته، بالعكس هي بتبقى سبورت ليه وبتبقى واقفه وراه، ولو حقق اي نجاحات بتتباهى لانه مردود ليها. طبعا. والراجل السوي برضو نفس القصه. بالظبط. احنا لما نيجي نتكلم على متطرفين، الاستثناء راجل المدمن، العويل، المخنث، الديوس، مش ده المجتمع. لا خالص، مش ده المجتمع. بالظبط. الرجوله والشهامه، ما هو كل قاعده شواذ. بالظبط. احنا القاعده الاغلبيه الكبيره من مجتمعاتنا العربيه، والشواذ اللي هي الحاجات اللي بتطلع. بالظبط. الطلاقات زادت، العلاقات ما بقتش صالحة للأسف الشديد. عدد قليل طبعا، مصر الخير بيستغلوا يعني عدم وجود الزواج بيسر، وبيقيموا علاقات غير مشروعة، حتى اللي سبق لهم الارتباط قبل كده خايفين من علاقة الزواج، خايفين يدخلوا ويخسروا. الأب أو الزوج اللي طلق خايف يخسر زوجة طبعا. وأولاد طبعا. وفلوس. الست خايفة تخسر كنف وسند وأمان، بيتها وولادها وحياتها. الاثنين مرعوبين من الألم، فأحيانا بينتج عنه علاقات غير سوية. بعد الفاصل اللي هناخده دلوقتي لما نرجع، طب احنا نتعامل ازاي مع اللي راكبين الترمواي؟ مع احترامي ليهم احب جدا اتفرج عليهم، ما عنديش مانع ان يبقى في فيمينست عندنا، واحدة يعني تبقى نصيرة للمرأة، في كل حتة في الدنيا بيبقى فيه النموذج ده، وفي واحدة نصيرة للرجل. انا فين بقى كمواطن عادي اركب الترماي معاهم؟ طب ما اركبوش ازاي؟ ايه الرياكشن السليم ناحيه الوينج اليمين والوينج الشمال؟ مع احترامي وحبي ليهم هما الاثنين، الاستاذ عبير سليمان هتجاوب لنا عن نبقى مع مين ونتعامل ازاي مع الترماي اللي من الوينجين دول، بس بعد الفاصل. بنرجع لحضراتكم من جديد، ولسه منورانا في الاستوديو الاستاذ عبير سليمان الباحثه في شؤون المراه ومدير مركز ضد التمييز. مين اللي بيتاثر بالترماي؟ يعني هديكي مثال، معلش يا جماعه انا بحس ان انا في بيتي وانا بتكلم في البرنامج، يعني لما اجي مثلا اتكلم مع جوزي بلاقيه لا فاهم، ده حاجات كوميديه، الاقي مثلا اخويا لا والله انت مثلا ما يديش الموضوع ده اهتمام من الاساس، اتكلم مع اصدقائي يعني من ازواج صحباتي كمان الاقيهم يعني شايفين مدين الموضوع قد حجمه. ده حقيقي. لكن لما بتكلم معاكي قبل ما بنطلع على الهواء قلتي لي لا ده الترماي حقيقي، الترماي في ناس متاثره بيه بحقه حقيقي، مين دول؟ الماتيليتي طريقه التفكير هي اللي ملهاش علاقه بالتعليم بالمناسبه، يعني لما يكون حد متعصب بيجي له الكلام ده بياخده على محمل الجد. لا هو متعصب، هو اصلا عنده موقف من الستات، فانت بتديله كلام هو عايز يسمعه، هو متطرف، هو عنده عصبيه تجاه الستات. بغض النظر هو معاه حق ولا معهوش حق، قد يكون مر بتجربه قاسيه جدا فليه حق، ولكن لا يعمم ان كل الستات تبقى كده، او يبقى في تطرف في الخطاب فبيتبنى الخطاب ده بشكل جدي. اللي حضرتك بتقوليه سليم جدا، انا برضو في المناخ اللي انا موجوده فيه كتير جدا بيبقى عندهم انهزار ادراك، وبيقعد يضحك ويقعد هو اللي كمان يقول لي كذا، يعني يقول لي توصيف على القلش ده، يقول لي توصيف هو في حد طبيعي يقول كده؟ اكيد اكيد في جنون، اكيد ده افيه. ايوه اكيد. كاميرا بعيدا عن الجنون، كاميرا خفية. اكيد ده افيه. بس الافيه لازم نبقى يعني متفقين ان احنا بالزبط. هنرمي افيهات. بالظبط. فاهمه؟ ابقى فاهماكي وانت بترمي افيه ان حضرتك هتتقبلي افيه مني. خلاص احنا بنهزر، لكن لما اجي اقول هزار في هزار هتاخديه بجد، يبقى انت واخده الموضوع بجد. طيب دلوقتي بقى الست والراجل اللي هم واخدين ده على ان هو افيه خلاص، او ان هو حاجه مضحكه، او ان هو قلشه، هل دول يعني ممكن في ضميرهم او في عقلهم الباطن يتاثروا
حتى وهم بيهرجوا مع بعض؟ بالظبط، لان دي من وجهه نظري دي الخطوره الحقيقه. العقل الباطن، انا بقول ان في خطه ممنهجه لضرب المجتمع المصري. انا متهيألي لا، متهيأليش كده، متهيأليش احنا كده بنديه حجم اكبر. لا لا، مش حجم. خطه، مش خطه ممنهجه، يعني في ناس قاعده بتخطط. لا في خطه ممنهجه غصب عننا كسيستم كده ممارس، عمال يتدرج ويوسع مننا ويكبر. نسبه الطلاق هي اللي بتاكد ده. التاريخ هيقلب بجد يعني؟ هو بقالب جد فعلا. عزوف الشباب عن الجواز دلوقتي، البنات بتفكر بشكل مادي جدا. لانك بتقول لك انا خسرانه خسرانه. الرجاله برضو بتفكر بشكل مادي، تقول لك لا انا اتجوز واحد بقى معاه فلوس، مصلحتي فين؟ مين الافضل؟ احنا ما كناش كده نهائي. الست لما بتتطلق بتفكر انها ما تتجوزش. الراجل لما بيطلق بيفكر ما يتجوزش. شيوع العلاقات وسيولها، سيولتها بقت غايه في السهوله. يعني كنت الاول عشان اكلم راجل او البنت تكلم شاب كان بتاخد مجهود. او في حدود، او ايوه في حدود. يعني ما ينفعش كذا، ما ينفعش كذا، لازم يحصل كذا. دلوقتي ما فيش الكلام ده. الغلط في مين؟ فينا احنا كامهات وكابهات وكجيل سابق وجيل حالي. يعني انا ادعي ان احنا لسه ممارس لهذه الممارسات الرزيله دي، مش بتاعتنا احنا. ما عندناش صحوبيه في مصر. صح. يعني في مصر المفروض بس بدأنا نتأثر بالمجتمعات، لأن العالم بقى كله إنترنت. تسمعي كلمة على تليفون صاحبي، صاحبتي. طب وهل صاحبي وصاحبتي دي نفس صديقي أو صديقتي؟ لا لا. فإحنا مش بتوع الكلام ده. إحنا مش بتوع الكلام ده، وإحنا عندنا دين مسيحي ودين إسلامي بيحكمنا. صح. عندنا حاجة اسمها أعراف، والعرف قوي جدا. العرف المقبول. عندنا حاجة أكبر منهم هما الاتنين. أنا مش أقصد أكبر بالدين، بس ده حقيقي. الأصل، الأصول. يقول لك دي بنت أصل، ده ابن أصل. ابن الأصل ما يطلقش، بنت الاصل ما تطلبش الطلاق. مش معنى كده ان احنا بنحرم حاجه نزلتها لا ربنا. لا لا طبعا. لكن الست واللي متاذيه تتطلق. بالظبط. واللي حضرتك يعني سالتيني قبل كده، قلت لي هو الست تتطلق امتى؟ في امور يعني حساسه جدا وفاصله جدا، مدمن بيضربها، خطر على الاسره، امور حساسه. لكن ما تجيش تقول لي عينه زايغه. ما تجيش تقول لي بخيل شويه. ما تجيش تقول لي اصل هو عصبي. يعني ما احنا بني ادمين على فكره. ايوه كلنا فينا العبر. اناني. مش عارفه، مش ما بيقوليش كلام حلو. الكلام ده هبل. أيوة. واستهبال، وكمان احنا اللي بندفع ثمنه كمجتمع. صح. انا مش هقعد مع المجتمع كله فراده، يعني كلنا افراد منعزلين. اغلب المجتمع مطلقات، واغلب المجتمع رجاله مش عايزه تتجوز، خايفه من التجربه. لازم نعيد تكوين تفكير الست والبنت والفتاة والراجل. الراجل لازم يبص للست باحترام، لازم يقدر تضحيتها، لازم يقدر عطائها. الست لازم تحترم الراجل في وجوده في المجتمع، سواء اخ لا او. واحنا كامهات لازم نعلم بناتنا. ده حقيقي. احترام الراجل. لا بس نعلمها حاجه كمان، انها تحترم نفسها. بالظبط. لانها لو مش هتحترم نفسها مفيش حد في الدنيا هيحترمها. على فكره الست اللي بتحترم نفسها بتحترم الاخرين. يعني عمرك شفتي ست محترمه بتتطاول على جوزها وبتشتمه او ما هي بتضربه؟ ما هو انت بتستدعي العفريت. بالظبط. وبعد كده تيجي تقولي ما هو عفريت. بالزبط. انا مش بقول الراجل ملاك خالص، فيهم العبر، فينا العبر. الراجل انسان، بني ادمين. الراجل انسان. طب عبير بقى في النقطه دي، هل الاسلم كمجتمع ان احنا نتكلم عن الجندر ان هو انسان؟ بالزبط. نبطل نتكلم على الست الست والراجل راجل. الجندر دايما مرتبط بالمراه اكتر. يعني لما تقولي جندر تبقي بتقصدي اضطهاد المراه، العنف ضد المراه. لا احنا عايزين نعمل اللي حضرتك بتقولي. انا قلت لحضرتك قبل كده ان حضرتك طفره، فانت بتقترحي مبدا انا اتبناه وانا هروج عنه، بس هو باسم دينا رامز بالمناسبه، اللي هو ان إيه؟ النوع أنا ما يكون حاجه غريبه يعني. ان الجندر ما يكونش متحيز للمراه. بالظبط. يكون للاثنين. يعني لازم نفهم الراجل واحنا بنطالب بالمساواه ان احنا مستحيل ناخد منك مكتسب. طبعا لا. ان احنا مستحيل نجور عليك. ان احنا عايزين مصلحه الاسره والطفل. صحيح. ان انا اعمل له سبورت لبيته، وده ما ينتقصش من ولا حاجه من مكتسبات المراه، ولا حقوقها ولا كرامتها ولا سعادتها. بالمناسبه انا يهمني ان انا استقطب الرجل الحقيقي ليكون معايا مساند في قضيه، في القضيه النسويه المصريه. يعني انا اتمنى ان كل الرجال هم اللي يساندوا القضيه النسويه. انا ما يهمنيش الستات قد الرجاله بالمناسبه. طبعا. لان الراجل لما يكون مؤمن بحريتك بالظبط، انت نص الدنيا معاك. لان الراجل هو اللي بيتم استقطابه من حته تانية ضدي. وانا مش ضده.
صحيح. انا ضد كل راجل متطرف تجاه اي ست. حضرتك فيمينست بالمناسبه. فعلا؟ وانا فيمينست. انا حاسه اني يعني عاديه. لا حضرتك فيمينست، لكن عمرك ما هتطالبي بحقوق الست على حساب الراجل. لا، لان انا عايزه سعاده الست. بالظبط. وسعاده الست مش هتبقى موجوده غير مع سعاده الراجل. الله يفتح عليكي. لان لو احنا اعداء هتبقى حرب، والحرب عمرها ما كانت انفايرمنت او بيئه للنمو. الله يفتح عليكي. بيئه للهدم. الست لو طالبت بحقها بتبقى نكديه، بتبقى زنانه، علما ان الست من مصلحتها ان جوزها يروح يقعد على القهوه. على فكره اولا هي بتاخد هي سبيس، وكمان هو بيبقى سعيد فبالتالي بيسعدها، ويرجع يرجع فريش، يرجع فريش ويرجع عندهم حاجه يتكلموا عليها. بالظبط. فاحنا المفروض نصدر للست ان الخنقه مش حلوه دي اولا، يعني لو كانت دي اغلب الخناقات بتبقى صح. اقعد معايا، دلعني، ما تخرجش، اهتم بيا، انت رايح فين، انت رايح فين، مش تحقيق، ما تبقيش قفيله يعني. وكمان الراجل لازم يعرف ان الست اديها سبيس، لازم تحترم. احنا نعمل هي مش هامش لقاءات جندر كده اللي هو ايه البني ادم يبقى سعيد ازاي. بالظبط. عبير سليمان بشكرك كالمعتاد، بتنوريني، والقضايا كتير، بس لما نبدأ نفصل ما بين القضايا دي ستاتي ودي رجالي، يعني والله كلنا خسرانين في الآخر. القلش ما يزيدش عن حد. نضحك على فكرة، أنا بحب الضحك وبتفرج على كل الحاجات دي وبتضحكني، لكن لو لقيت حد بياخدها بحقه حقيقي بستعجب وبنهار جدا جدا جوايا، إن فعلا في ناس بتسمع ده قوي وبتسمع ده قوي وما بيحكموش العقل. أرجوكم نحكم العقل عشان نصل إلى السعادة. مش ناقصين المشاكل جوه البيت، كفاية المشاكل اللي في العالم، روقوا. هناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي حلقتنا لليوم في ست الستات، خليكم معنا.